عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التوقيع على إشارة البدء في تنفيذ مشروع المحطات النووية في الضبعة وتزويد مصر بالوقود النووي. ووقع الاتفاقية وزير الكهرباء محمد شاكر وعن الجانب الروسي المدير العام للشركات الحكومية للطاقة الروسية. وخلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الاتحادية أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه برئيس بوتين مؤكدا العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر وروسيا. إن العلاقات التي تجمع بين البلدين ذات تاريخ طويل وتتسم بالقوة والاستمرارية، سواء في إطارها السياسي من خلال التنسيق المستمر إزاء مختلف القضايا الإقليمية أو في إطارها الاقتصادي الثنائي، فمن السد العالي في أسوان بجنوب مصر مرورا بمجمع الحديد والصلب في حلوان وصولا لتوقيع عقد إنشاء أول محطة نووية في مصر على ساحل البحر المتوسط. تشهد مصر من أدناها إلى أقصاها علامات راسخة على علاقات التحالف الاستراتيجي بين مصر وروسيا، أو جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر من خلال إقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد اتفقنا على تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة تلك الملفات وتسوية أي عقبات تواجه الانتهاء من المشروعات التي نعتزم تنفيذها مع روسيا في المستقبل القريب، أسوة بروح التنسيق التي سادت المفاوضات على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية كأول محطة من نوعها في مصر.